بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين والمستمعات، مع معلومة جديدة. خير ما نبدأ به هو بسم الله والحمد لله والشكر لله والصلاة والسلام على سيد الخلق والمرسلين. هل تعلم عزيزي المستمع لماذا نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن اقتناء كلب أو تربيته في منزلك؟ جاء في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد ولا ماشية ولا أرض فإنه ينقص من أجره قيراطان كل يوم. هل أنتم مستغربون؟ قد يبدو الأمر غريبا، وهذا النهي أيضا في اقتناء كلب أو تربيته. وكلنا يعلم أن الكلب حيوان أليف ذكي، وهو حيوان مطيع ويمكن له التعايش مع البشر دون خوف، وهذا ما سوف نلاحظه في الدول الغربية كثيرا. بل أصبح الكلب عند البعض الناس في أوروبا رفيقا وشريكا حتى على مائدة الطعام أو فردا من أفراد العائلة. إذا لماذا النهي عن اقتناء كلب أو تربيته؟ أفادت الدراسة الحديثة قام بها علماء في جامعة ميونخ تبين أن تربية الكلاب في البيت تزيد من احتمال إصابة النساء بسرطان الثدي، حيث وجدت الدراسة أن 80% من النساء اللواتي أصبن بسرطان الثدي كن يربين الكلب في بيوتهن وعلى احتكاك دائم معهن، بينما وجدوا أن الأشخاص الذين يربون القطط لم يصابوا بهذا النوع من السرطان، وذلك بسبب التشابه الكبير بين سرطان الثدي عند الكلاب وعند البشر، فقد عثروا على فيروس يصيب هذا المرض الكلاب والبشر معا. وقد ينتقل من الكلاب إلى البشر هذا الفيروس، وهذا الأساسي في الإصابة بالسرطان المذكور. ووجدوا أن النساء في الدول الغربية أكثر عرضة للتعرض لسرطان الثدي من النساء في الدول الشرقية، وعندما بحثوا عن الاختلاف الجوهري بين هاتين الفئتين وجدوا أن النساء في الغرب اعتدن على تربية كلب مدلل في بيوتهن، بينما في الشرق من النادر جدا أن تجد امرأة شرقية تربي كلبا. في دراسة أخرى وجد العلماء أن الكلاب تأوي فيروسات مسؤولة عن الإصابة بفيروس الثدي، واسم هذا الفيروس MMTV، وأثناء الاحتكاك والتعامل مع الكلب تنتقل هذه الفيروسات بسهولة للإنسان، وهذا غيض من فيض. والضرر الناتج عن الاحتكاك بالكلاب كبير جدا، وقد اكتشف العلماء أشياء كثيرة في لعاب الكلب، في دمه، في بوله، في برازه، وفي وبره، كلها مأوى للجراثيم والفيروسات. وهذا ما أشار إليه الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولهن بالتراب، رواه مسلم. وولوغ الكلب معناها وضع أنفه في الإناء وشربه بطرف لسانه. ولقد أثبتت الدراسات العلمية الحديثة أن هنالك أكثر من 50 مرض ينقله الكلب للإنسان، أخطرها مرض الكلب الذي يؤدي في معظم حالاته إلى وفاة الإنسان المصاب، وغيرها الكثير من الأمراض والديدان التي تنتقل عن طريق لعاب الكلب وأنفه، إذ تعيش في أمعائه دودة تدعى المكورة تخرج بيوضها مع برازه، وعندما ينظف دبوره بلسانه تنتقل هذه البيوض إليه، ثم تنتقل منه إلى الأواني والصحون وأيدي أصحابه، ومنها تدخل إلى معدتهم ثم إلى أمعائهم، فتدخل إلى قشرة البيوض وتخرج منها أجنة تتسرب إلى الدم، تنتقل بها إلى جميع أنحاء الجسم ولا سيما الكبد لأنه المصفاة الرئيسية في الجسم، ثم تنمو في العضو الذي تدخل إليه وتشكل كيسا مملوءا بالأجنة لأبنائها وبسائل صاف كأنه ماء ينبوع. وقد يكبر الكيس حتى يصبح بحجم رأس جنين، ويسمى المرض بداء التكيس المائي، وتكون أعراضه على حسب العضو الذي تستقر فيه، وأخطرها ما كان في الدماغ والقلب. لم يكن له علاج سوى العملية الجراحية، وقد أكد الأطباء على خطورة هذه الدودة، فقرروا أن المرض ينتقل في غالب الأحيان إلى الإنسان أو الحيوان عن طريق دخول اللعاب الحامل للفيروس إثر عضة وتلوث الجرح بلعابه،
ومرض الكلب هو أخطر الأمراض التي ينقلها الكلب المصاب إلى الإنسان. بسببه فيروس يوجد في لعاب الكلب المريض وينتقل المرض إلى الإنسان السليم بواسطة عضة كلب مريض. وينتقل المرض من الكلب المصاب إلى الإنسان السليم حتى بدون عضة. كيف؟ بلمس لعاب الكلب المصاب إلى جرح في يد الإنسان الذي يحمله. ومن هنا نفهم أن ملامسة الكلاب وكثرة الاختلاط بها وحملها وتدليلها من أسباب العدوى بهذا المرض، فضلا عن عشرات الأمراض الأخرى. هذا المرض في الكلاب يسمى علميا مرض الكلب، أما إذا انتقل للإنسان ومرض به الإنسان صار المرض باسم آخر وهو مرض الخوف من الماء. ذلك لأن المريض إذا شاهد الماء يصاب بنوبة هستيرية من الخوف والفزع من الماء، وتصاب بتقلصات عضلية شديدة في عضلات الجسم ولا سيما في البلعوم، فيحدث له ذعن شديد. وتمتد فترة الحضانة لأكثر من شهر، وتعتمد على كمية الفيروسات التي دخلت إلى جسم الإنسان وعلى مكان العضة ودرجة قربها من الرأس. فكلما كان مكان العضة قريبا من الرأس كلما كانت فترة الحضانة أكبر. ويدخل المرض في مرحلة أخرى حيث يحدث فيها فقدان السمع، ضعف عضلي عام، ويصل فيها آخر مرحلة إلى الشلل الكامل، ويظل المريض هكذا حتى يموت. وفي تقرير نشرته منظمة الصحة العالمية أشارت إلى نحو 8 ملايين شخص في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية يصابون سنويا بمرض التسمم الغذائي بسبب التلوث الذي تنقله لهم الكلاب، وذلك من خلال ألسنتها ومستها للإنسان لها ولشعرها، أو من خلال برازها، أو من خلال أنوفها وفمها. وقالت المنظمة أن نحو 3 ملايين طفل في الغرب يعانون من أمراض الأنف بسبب استنشاقهم الغبار الموجود على فروة الكلاب. ويصبح الأمر أكثر خطورة عندما يصاب الكلب بالجرب أو بالقراض، وعندها فإن جميع أهل البيت سيعانون من الجرب والأمراض الجلدية المعدية. هذا بالإضافة إلى الأمراض الجلدية الأخرى التي تنقلها الكلاب للإنسان والتي من الأطفال قليلي المناعة. ومن هذه الأمراض مرض القبياء، وهو مرض معدي، وعادة ما يصيب هذا المرض جلدة الرأس حيث يقوم بإتلاف بصيلات الشعر ويؤدي إلى الصلع، وهو بالنسبة لغسل إنائه 7 مرات بالماء أو لهن في التراب. فقد بين العلماء السر في استخدام التراب دون غيره في مقال للصحة العامة، جاء في الحكمة في الغسل 7 مرات أولهن بالتراب أن فيروس الكلب دقيق متناهي في الصغر، ومن المعروف أنه كلما صغر حجم الميكروب كلما زادت فعالية سطعه للتعلق بجدار الإناء والتساقه به. ولعاب الكلب المحتوي على الفيروس يكون على هيئة شريط لعابي سائل، ودور التراب هنا هو أن يمتص الميكروب. أثبتت الدراسة العلمية أن التراب يحتوي على مادتين قاتلتين للجراثيم، وهذا ما أعلنته مجموعة من العلماء عندما قاموا بتحليل تربة المقابر ليعرفوا ما فيها من جراثيم. وكانوا يتوقعون أنهم سوف يجدون الملايين من الجراثيم الضارة، لأن أكثر الأشخاص الذين ماتوا كانوا يعانون من أمراض جرثومية، ولكن تلك الجراثيم الضارة المؤذية لن يجدوا لها أثر. فاستنتجوا من ذلك أن التراب خاصية في قتل الجراثيم الضارة، ولولا ذلك لن تشر خطرها. واستفحل الأمر، فقد ثبت أن التراب فعالية في قتل البويضات والجراثيم، وذلك من خلال ذرات التراب التي تندمج معها فتسهل إزالتها جميعا. شكرا لحسن إصغائكم، وأتمنى أن يكون المقطع قد نال أعجابكم. وإن كان هنالك كلب في بيت أحدكم أن يخرجه فورا، إلا إذا كنت راعي وتحتاجه لرعي غنمك، أو صياد وتحتاجه لإحضار فريستك، أو لديك مزرعة وتريده أن يحميها من الخارج. لكن في بيتنا لا. ونسمع في كل يوم جنون الكلاب، إحداهن تزوجت كلبا والأخرى ماتت فكتبت ثروتها باسم الكلب، والآخر يقول سوف أضيفها على دفتر العائلة واسم فردا من أفرادي. اتقوا الله عباد الله، ولا تقلدوا الغربيين فيما يفعلون. الكلب كلب والإنسان إنسان، ولو كان فيه خيرا لا أمرنا الرسول بذلك، لكن بالمقابل هو حيوان كأي حيوان آخر،
وهو مفيد للإنسان، وقد تم ذكره في القرآن. لا نعذبه ولا نضربه ولا نقول أننا سنبيده، فقد خلقه الله لغاية معينة، فدعه حيث أراد الله أن يكون له مكانا، ولا تدخله بعد اليوم إلى بيتك، ولا تداعبه وتلامسه أنت وزوجتك وأولادك بعد أن علمت أن لديه كل هذه الأمراض المرعبة التي قد يعديك بها. شكرا لاشتراككم في قناتي، ولا تنسوا أن تدوسوا لايك، وأنتظر تعليقاتكم على المقطع، وأتمنى أن يعجبكم، وانتظروا المزيد من المقاطع المفيدة. شكرا لكم. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة ليصلك كل جديد، وانشر المقطع ليعم الأجر والفائدة للجميع، ولا تنسونا من آرائكم وتعليقاتكم، ونحن نحترم آرائكم وتعليقاتكم ونأخذها بحامل الجد، وشكرا وجزاكم الله خيرا.